قبيل فيلم قصير يدرس ظاهرة اجتماعية منتشرة برشا في مجتمعاتنا اللي هي العنف المسلط تجاه الأطفال. جاب لي السيناريو وشفت صور اللي حب يعديهم والمساج اللي حب يعديه قلت بون بوكا با عمل ديكوباج وشاب والحق شفت فيه حوايج حلوه. علاش القضيه هذه بالذات؟ هي ظاهره نشوفها في مجتمعاتنا كل يوم، في الاستادات، في المدارس، في الشوارع، في بارتو. نجيو احنا ندرسوه العنف اصله منين جاي معناها، نشوفوه هو دو الاجريسيفيتي المسلطه تجاه العبد هذاك من هو صغير. هيك علاش طرقت المساله نتاع العنف خاصه عند الاطفال؟ دونك علاش بوكا با فيلم على الطفوله؟ أنا جاني مخرج جون شاب زي ملك مجدوب هذا اقترح علي فيلم، قال لي راهو فما فيلم كان شنو. كانت أول تجربة لي يعني، ما كنتش نتوقع معناها باش نشارك في حاجة كيما هيك الحق نتاع ربي. عجبتني الفكرة على الأخر، إيدي تحسها أوريجينال على الأخر معناها. كي اقترح فكرة نتاعو كان فكرة باهية وما طرحتش معناها قبل، فكرة نجم تكون جديدة. أنا يكبر شو عملت؟ شنو المصيبة اللي عملتها؟ كلمني انت وقال لي شنو المصيبة اللي عملتها؟ غوبي بالنسبة كأمبيانس، أمبيانس الأولاد الكل مستنسين على بعض وخيال معنا أمبيانس تعدادنا زيانة ما فماش مشاكل على شيء. حتى كان فما حكاية معنا في وسط الخدمة تجرى حكاية، واحد يتغشش على صاحبه، واحد يتغشش على أخوه مش صاحبه. معنا نرجع كما كنا، معنا ما صار شيء بعد تورناج وكل شيء نرجع خير. جو فص التصوير كان جو عادي معناتها يتراوح ما بين الفلكة والضحك واللعب، وفي أوقات أخرى تطلع شوية تنسيون شوية ستريس. جو حلو خاطر احنا عندنا جروب في دار الشباب مزيانة برشا، ولاد معناتها معارف بعضهم يعرفوا طبيعه بعض. كانت أجواء مزيانة برشا ضحك ولعب، فما عباد مزروبة عندها خدمة أخرى برشا ستريس وفي الخدمة الأجواء باهية، أجواء برشا أمبيونس. خاطر الاكتور كي تحطو في امبيونس نتاع اخر ماتش وقت وستريس ما يعطيكش حاجه مزيانه. دونك جو بريفير نخليو جو نتاع ضحك واصحاب بعضنا وفي سا الاكتور تحطو في جو نتاع ضحك وامبيونس يعطي ما خير ويقدم ما خير ويعطي احسن ما عندي. صعوبات توسكي لوجيستيك، جا مالك خونا يعرف كيفاش هزينا الماتريال وكيفاش عملنا الفلاس اللي صورنا فيه. بون صعوبات معناها الكل كوتي ماتريال بالرسمي برشا تعب معناها ناقص معناها الدعم وكل شيء، مش مشكل واحد بالماتريال اللي عنده يحاول لو ماكس يطلع حاجه باهيه. صعوبات هنا يعني هيك من تخيك معناها انه من الصعوبات هيك من نقص الماتريال تصنع أفغس أخليستيك. هي صعوبات عامة نعيشها في الكلوب بتاعنا، ما هي صعوبات مربوطة بالفيلم هذا. احنا خطر مشكلتنا ديما الماتريال، مونت ماتريال لومير معناتها نصنع فيها وحدنا، الأولاد معناتها يجتهدوا الصان كيف كيف الناس تجتهد باش تطلع كاليتي الصان مزيانة. لقيت حتى صعوبة شنو صعوبات فما شيء كل شيء مريض. تو دخلنا في بيريود بتاع كاليتي، العباد ولات ما عادش تخدم عليها انا فيلم برا، نو الناس ولات تحب تخدم حاجه حلوه كيما توقعت قبيل باش يكون ديمونسيون اخرى في التجربه نتاع الجروب نتاعنا نتاع السينما، لانه فيلم متميز وان شاء الله تشوفوه على قريب. ويت فور ات فيلم قصير قبيل كامينغ سون.